هاي بنات، ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب. لو انتم جداد في قناتي دان هاي، انا اسمي روان وبنزل ميك اب اند فاشن فيديو تير ماي يوتيوب شانل. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك عشان تنضموا للفاميلي وما يروحش عليكم اي فيديو انا بنزله. كمان دوسوا على اللايك والجرس الصغير اللي تحت الفيديو علشان كل ما انزل فيديو يوتيوب يبعث لكم نوتيفيكيشن. ويلا نبدا الفيديو. اول حاجه عايزه اقول لكم انه ام ريلي سيك. صحيت النهارده كان عندي برد. اتس نوت ذا كورونا فايروس يو جايز، الحمد لله ام جود. بس انا عندي حساسيه من الغبار والباودر وكل الحاجات دي. So my nose is really stuffy and my eyes keep tearing. بس it's okay. I challenged myself انه هنزل يوتيوب فيديو كل يوم او كل يوم يوم. فحتى لو تعبانة that's not an excuse. ف here I am filming for you guys. So زي ما انتم شايفين في عنوان الفيديو ده، النهاردة هكلمكم على my skincare routine، ازاي صفيت بشرتي وتخلصت من الحبوب، وازاي عالجت بشرتي من حب الشباب. لما كان عندي حبوب كتير في وشي زمان، كنت بحاول desperately انه الاقي اي حل، اي حد يقول لي نصيحة انه بجد حاجة اعملها وفعلا تساعد بشرتي. بس انا للأسف ما لقيتش الحاجة دي. كل ما كنت بفتح فيديو على اليوتيوب بيتكلم على skincare routine، كانت البنت اللي بتبقى قاعدة قدام الكاميرا بشرتها تجنن، ما فيهاش ولا بور، ما فيهاش ولا رينكل، ما فيهاش ولا حباية ولا اي حاجة. فبجد دخلت في مرحلة اكتئاب انه طب انا ليه بشرتي مش كده، طب انا اعمل ايه علشان بشرتي تبقى حلوة كده. اكتشفت the hard way انه عشان بشرتك تبقى حلوة لازم تعالجيها بالادوية، لازم تعالجيها عند الدكتور، مش تعالجيها عند واحدة على اليوتيوب اوريدي بشرتها تجنن طالعة تقولك استخدمي this moisturizer and drink water and eat salad and your skin is gonna be nice. No honey, no, that's not how it works, okay. علشان كده انا قررت اني اعمل لكم الفيديو ده اللي فعلا هيساعدكم، وفعلا هقول لكم نصايح وحاجات تعملوها وتجيبوها علشان تخلي حب الشباب او الاثار اللي عندكم تروح. كمان حاجة عايزة اقولها لكم انه الهوم رمديز او الوصفات الطبيعية ما بتتخلص من حب الشباب اللي هو السيستيك اكني او الاكني او الحبوب المزمنة. بالعكس، ده انتوا لما تحطوا وصفات طبيعية على وشكوا ده بيزود المشكلة، بيطلع لكم more acne and it irritates the acne. الفيديو ده هيكون مقسوم لجزئين. اول جزء هتكلم على الحاجات اللي هتاخدوها زي الادوية والكريمات وكل الحاجات دي، والجزء التاني هيكون ايه هي الحاجات اللي هتعملوها علشان تساعدكوا في التخلص من الحبوب. ف يلا نبدأ. اول حاجة عايزة اتكلم عنها مش موجودة عندي دلوقتي حاليا لاني حاجة استخدمتها زمان، وهو دواء اسمه اكيوتان، وبرده في دواء تاني اسمه رو اكيوتان. هما الاثنين نفس الحاجة، الفرق بس في الاسم. الروكوتان من احلى الادوية بجد اللي ساعدتني بجد. في 5 شهور أو 6 شهور كان وشي بقى كلير، بس فضلت عندي اثار الحبوب. والدواء ده عبارة عن حبوب بتاخدوها لمدة تقريبا 6 شهور. الدكتور طبعا بتاعكو لازم هو اللي يكون كتب لكم الحبوب دي. والروكوتان هو من اكتر الادوية الفعالة علشان يعالج الحبوب. ما بيتكتبش لاي حد، بيتكتب بس للحالات اللي هي فعلا محتاجاه. خلاص انه nothing else is working غير الروكوتان. طبعا ليه اثار جانبية او سايد افكتس كتيرة جدا، فلازم قبل ما تاخدوا الدواء ده الدكتور بيطلب منكم تحاليل معينة علشان يعرف انتوا مستعدين او تقدروا تاخدوا الدواء ده ولا لا. لانه في ناس كتير اجسامهم ما بتستحملش الدواء ده، لانه زي ما قلت لكم ليه اثار جانبيه بتاثر على حاجات تانية في الجسم. انا خدته لمده 5 شهور من زمان قوي، يعني تقريبا من 4 أو 5 سنين، وبصراحه عالج لي بشرتي جدا. وده هياخدنا على الدواء التاني اللي هو اسمه تتراليسال. تتراليسال عبارة عن مضاد حيوي، كانت صاحبتي هي اللي قالت لي عليه انه بجد صفى لها بشرتها جدا. الدواء ده اخف شوية من الروكوتان، لانه زي ما قلت لكم الروكوتان ليه اثار جانبية كتيرة جدا مش حلوة. بس التتراليسال is a little bit softer، بس في نفس الوقت فعلا بيعالج لكم بشرتكم جدا يا بنات. انا جربته، كل الحاجات اللي في الفيديو دي انا مجرباها. مرات وشكم بيبقى flawless جدا وبعد كده الحبوب بترجع لكم تاني. فده اللي حصل معايا، فاضطريت اني اخد جرعة كمان منه. بس it's amazing, I really really recommend it. بس لازم انكم تسألوا الدكتور بتاعكو او الديرماتولوجيست بتاعكو علشان يقول لكم هو هينفع لكم او لا. بس انا في my experience كان رائع. انا بشرتي مش 100% good، انا لسه عندي اثار حبوب، لسه عندي حمرار، لسه بيطلع لي كم حباية you know around that time of the month which is totally normal. بس it's much better. so بعد ما جربت التيتراليسال قلت لا، انا لازم
الاقي حل لبشرتي لانه الحبوب رجعت لي تاني، مش بنفس البشاعه زي ما قلت لكم بتاعت قبل كده، لكن الحبوب رجعت لي تاني وانا عايزه ماي سكين تكون سموث اند كلير اند اول ذا جود ستاف. في مره كنت بدور على اليوتيوب وبشوف سكين كير روتينز والحاجات دي، واي كام اكروس ذس برودكت اسمه زينريت او زينرايت، هو مضاد حيوي بتحطوه على وشكوا. ولما سالت الصيدلانيه عنه قالت لي ان هو بجد like it works like magic، وانه كل الناس بتشتري لما بتيجي الصيدلية. عايزاكم بس تعرفوا حاجة، ان انا استخدمت البرودكت ده دلوقتي الفترة دي اللي هو ايه بيطلع لي حبوب مثلا او تكستشر على الوش، لكن ما عنديش اكني. فانتوا لو عندكم اكني ممكن ما ينفعلكوش، لكن التيتراليسال والرؤاكيتان اوف كورس هينفعوكوا لو عندكم اكني. لكن ده بتحطوه مثلا على الحبوب على كل بشرتكوا لو عندكم تكستشر او اثر حبوب. في اراء كتير مختلفه عن البرودكت ده، في ناس بتقول حطوه على الحبايه بس، في ناس بتقول حطوه على كل وشكوا از فيس ماسك وناموا بيه، في ناس بتقول امسحوه. بصوا في حاجات كتير، بس انا هقول لكم ايه اللي انا بعمله وايه اللي فادني انا شخصيا. انا بستخدمه كل يوم بالليل از فيس ماسك، بحطه على كل وشي وبنام بيه، والصبح بغسله. بعمل الحاجه دي كل يوم لمده دلوقتي 3 شهور، شهرين او 3 شهور حاجه كده، عشان ما اكونش بس كدابه، شهرين او 3 شهور. وبنات عايزه اقول لكم انه والله العظيم ما بهزر، يعني الحمد لله الحمد لله بشرتي اتحولت 180 درجه من المنتج ده. قد ما جربت منتجات للبشره، حاجات لاثار الحبوب، حاجات لازم تشيل الحبوب، nothing worked الا البرودكت ده. رهيب رهيب، اول مره في حياتي اجرب منتج بجد it works مع اثار الحبوب، لانه اثار الحبوب صعب جدا انكم تشيلوها وانها تختفي، بس ده it works. اخر برودكت عايزه اتكلم عنه هو البرودكت ده اسمه ايبيدو، عامل لكم زوم ان عشان تعرفوا تشوفوا. I don't know if you guys can see. البرودكت ده عايزه اقول لكم انه اتس فيري سترونج، فلو بشرتكم جافه انا ما انصحش بيه خالص، حتى لو بشرتكم حساسه قوي. انا بشرتي حساسه بس بستخدمه. البرودكت ده قد ما هو قوي وفعال جدا ممكن يحرق لكم بشرتكم، فخلوا بالكم منه. بتحطوه على الحبايه وبتسيبوه 10 دقائق، ولازم تطفوا النور لانه بيتفاعل مع النور. بتحطوه على الحبايه وبعد كده الصبح بجد يا بنات بتلاقوها خفت، بتلاقوها نشفت. هو اللي بيعمله انه بيشيل الجلد من فوق الحبايه، فهو literally like بيشيل الحبايه نفسها. ف it's really 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 good. I love this product. دلوقتي بقى اكلمكم على الحاجات اللي انا شخصيا عملتها وشفت ان هي بجد حسنت لي بشرتي جدا. اول نصيحه عايزه اديها لكم، ودي غلطه انا وقعت فيها كتير جدا يا بنات، ومتاكده ان في بنات كتير وقعوا في الغلطه دي او بيعملوا الغلطه دي، وهي انكم ما بتنظفوش فرش الميك اب. الله يعين اختي اللي تعبت قد ما هي نصحتني انه بليز نظفي your makeup brushes. As bad as this sounds، بس لما بدأت انظف فرش الميك اب بتاعتي بتاعت الوش like weekly، بدأت اشوف فرق كبير جدا في بشرتي يا بنات. مهما كنتوا كسلانين، مهما كنتوا ليزي، مهما كنتوا تعبانين، مهما كنتوا ملكوش مود او ملكوش نفس انكم تنظفوا الفرش بتاعت الميك اب، لان هي فعلا عملية سخيفة جدا، وانا I agree with that. بس guys لما بدأت انظف البرشز like regularly، والله العظيم يا بنات فعلا شفت فرق. تخيليها كده ان انت كلتي في طبق، بعد كده حطيتيه ينشف، بعد كده رجعتي اليوم اللي بعده غرفتي فيه اكل جديد حطيتيه ينشف وما بتنظفيهوش، فمتخيله الطبق ده هيكون شكله عامل ازاي. نفس الحاجه في الميك اب برشز، انت بقى الجيرمز والميكروبات دي كلها بتنقليها على وشك، فمتوقعه ازاي ان بشرتك تبقى حلوه. تاني نصيحه عايزه اديها لكم هي انكم ما تسيبوش الميك اب برشز بتاعتكم بره على الفانيتي او على المكتب حتى لو شكلهم حلو. نصيحه مني، اوعوا تعملوا الحركه دي. اولا في حاجات كتيره جدا في الجو، غبار، داست، جيرمز، ديرت، كل الحاجات دي. لما تسيبوا الفرش بتاعتكو برا كل الحاجات دي بتنزل and it lays on top of your brushes، وانتو زي الشاطرين والحلوين تيجوا بتحطوها كلها بتنقلوها على وشكو. اللي انا بقيت بعمله اني بقيت بسيب الميك اب برشز بتوعي كلهم في شنطة مقفولة زي كده، وبتأكد ان الشنطة دي ما تتفتحش وما تتسبش مفتوحة. لو عايزة اطلع منها برش بطلع البرش وبرجع اقفل الشنطة، ولازم تعملوا الحاجة دي علشان فعلا حسيتها مفيدة جدا بجد يا بنات، يعني ساعدتني جدا في التخلص من الحبوب او اثار الحبوب او التكستشر المقرف اللي بيكون فوق بشرتكم. التب اللي هكلمكم عليها دلوقتي يمكن كتير
كتير منكم يستغرب منها. واصلا انا قبلكم كلكم استغربت انه معقول دا يكون بيطلع لي حبوب في وشي، او معقول انه دا يكون السبب. وهقول لكم ايه هي. دايما لما كنت بشيل الميك اب ريموفر بتاعي كنت على طول بعدها بنام، وبعد كده بصحى بلاقي حبوب في وشي، فاللي هو واتس رونج. وانا متاكده انه مش الميك اب ريموفر هو اللي بيطلع لي حبوب، فما كنتش فاهمه لك ايه الموضوع. فاكيم تو ا كونكلوجن انه اللي كان بيطلع لي حبوب في وشي هو انه الميك اب ريموفر. بعد ما بشيل الميك اب ما بغسلش وشي من الميك اب ريموفر، الريزيديو بتاع الميك اب ريموفر هو اللي كان بيطلع لي حبوب في وشي. فبقيت دايما بعد ما اشيل الميك اب بتاعي بروح الحمام بغسل وشي بميه، حتى لو تعبانه، حتى لو ام ليزي مش فايقه، كل الحاجات دي لازم اشيل الريزيديو او البواقي بتاعت الميك اب ريموفر، لانه هي دي اللي بتطلع لي الحبوب. وعلى فكره الميك اب ريموفر اللي انا بستخدمه مش حاجه اويلي، يعني مش حاجه مقرفه، هو مايسلر ووتر، يعني نفس الميه، شفاف حتى ما فيهوش اي ريزيديو، بس انتوا بشرتكم بيفضل عليها الميك اب ريموفر فلازم تشيلوه بالميه. ودي بجد من النصايح اللي انا يعني بديها لاي حد، لانه فعلا فعلا يا بنات it can irritate your skin so much اذا خليتوا بواقي الميك اب ريموفر على وشكم، فلازم دايما تغسلوها بميه وبعد كده تناموا او you go on with your day. النصيحة اللي بعد كده هي من اكتر الحاجات اللي لو ما عملتوهاش بتطلع لكم حبوب في وشكم، وهي انكم ممكن تنسوا تغيروا البيلو كيس او كفر المخدة اللي انتم بتناموا عليه كل يوم. مش قادرة اشرح لكم لو الخطوة دي عملتوها قد ايه هتغير وهتفرق في بشرتكم. تخيلوا ان انتوا كل يوم مثلا لمدة اسبوعين بتناموا على نفس المخدة، الكفر بتاعها من فوق بيبقى مليان بكتيريا، مليان دست، تراب، الحاجات الموجودة في الجو. فلازم يا بنات بجد انكم تغيروا كفر المخدة كل اسبوع اتليست، لانه فعلا دي حاجة خد لكم بشرتكم from 0 to 100. صدقوني دي حاجة علقت لي بشرتي جدا. وهي دي يا بنات كل الحاجات اللي أنا بعملها في السكين كير روتين بتاعي، كل الحاجات اللي فعلا ساعدتني والحاجات الوحيدة اللي نفعت مع بشرتي علشان أتخلص من حب الشباب وإن بشرتي تكون الحمد لله أحسن بكتير. لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات تانية عن الموضوع ده بليز سيبوها لي تحت في الكومنتس علشان أرد عليكم، أو لو في أي حاجة أنا نسيت أتكلم عليها في الفيديو ده برضو سيبوها لي تحت علشان أجاوبكم ونتكلم مع بعض في الكومنت. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه واستمتعتوا بيه. بليز لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا عليه لايك وسبسكرايب تو ماي شانل، ودوسوا على الجرس الصغير اللي تحت الفيديو علشان كل ما انزل فيديو يوتيوب يبعث لكم نوتيفيكيشن. مفيش أي حاجة تانية عايزة أقولها لكم غير I love you guys so much. Thank you so much for watching this video and I'll see you guys in the next video. Bye guys.